أهلا بكم من جديد. قطع الكهرباء واستهداف محطات الضخ سلاح مؤذن يستعمله النظام ضد سهل الروج غرب إدلب، ما أدى إلى تحول المساحات الخضر يباسا وتشققا في التربة. يمتد سهل الروج على مساحة واسعة غرب مدينة إدلب ليشكل قوسا أخضر يحيط بها ويغذيها. يحيط بالسهل جبلين أشمين، هما جبل الزاوية والجبل الوسطاني. تتوزع القرى على أطراف السهل وقليل منها في وسطه، يتميز بخضرته الدائمة ووفرة غلاله، حيث يعتبر إنتاجه من الخضروات جزءا رئيسيا تعتمد عليه محافظة إدلب. يروى السهل من ينابيع عين الزرقاء ونهر العاصي التي يصب شطر منها في سد البالعة الذي يأخذ جانبا من السهل ليروي عطشه ويدفع ظمأه وتزداد خضرته ويرسم مع باقي أجزاء السهل لوحة فنية فائقة الجمال. هاي خبرتنا يبسيد، رزقنا يبيس من قتل الميام، من قتل الكهرباء، ما في كهرباء، محطات المي ما تشتغل غير على الكهرباء، النظام مستهدف محطات الكهرباء، محطات المياه من خزائفه، ونحن هاي عيشتنا ما عندنا شيء. قام النظام في القصف المستمر على هذه محطات الضغط وتم تعطيل الكهرباء عنها. استهدف جيش الأسد السهل بالقصف المتواصل من حاجز المعصرة والحواجز الرديفة له المتموضعة على طريق حلب اللاذقية في بلدة محنبل. استهدف القرى والمزارع بشتى أنواع القذائف والصواريخ التي دمرت محطات الكهرباء، الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها محطات الضخ في العمل، والتي كانت تنقل المياه من سد البالعة إلى الأقنية التي توزع المياه إلى باقي أراضي السهل. الآن بات السهل أرضا مقفرة وصحراء قاحلة يبس زرعه نتيجة انقطاع الكهرباء بعد توقيف عمل المحطات عمدا من قبل النظام، ذلك لأنها واقعة تحت سيطرة الجيش الحر، لتجف الأرض وتموت مزروعات الفلاحين في انتظار مياه تحت سلطة جيش الأسد.